كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ازاي كل واحد بيتكلم عن وظيفته، تمام، ازاي يتكلم عن حالته الاجتماعية، تمام، وازاي نسأل تمام على الوظيفة وكده، تمام. تعال نراجع عليهم بشكل سريع كده. نفتكر اللي احنا اخدناه المرة اللي فاتت، يعني كنا اخدنا الكلمات دي اللي هي الوظائف، تمام، واخدنا مثلا لما تيجي تسأل على الوظيفة بنقول was machen Sie او machst du beruflich، تمام، او vom Beruf، تمام، او wann Sie او was Sie ما هي او was sind Sie او bist du vom Beruf، تمام. معايا كده الدنيا واضحة ولا ايه؟ ايوه مع حضرتك. تمام. وكنا قلنا بنجاوب عليها ايش بين او ايش اربايت الفس، تمام، وتقولي الشغل اللي بتشتغليه، تمام. ممكن تتكلمي تاني ايش مخ اين براكتيكوم، يعني انا بعمل تمرين، او ايش مخ اين اوسبيلدونج، انا بعمل تأهيل وظيفي، تمام. او ممكن تقولي ايش هاب اين جوب، تمام، انا معايا وظيفة الفس كذا، تمام. وكنا كلمنا برضو على الحالة الاجتماعية، تمام، وزين في حالاتك، قلنا في حالات دي معناها متزوج، أخدنا برضو حاجات تانية، جيشيدن، جيشيدن معناها مطلق، تمام. بير هابن أين كيند، عندنا طفل، أين كيند يعني طفل. إيش بين في حالاتك، إيش بين سنجل، أو إيش لي بقى لاين، أنا بعيش لوحدي، تمام. كنا أخدنا فعل ليبن، ليبن معناه يعيش، تمام. ايش سوزامن، سوزامن مع بعض، الاين دي معناها لوحدي تمام مفرد، تمام. تمام. بعد كده كنا مثلا كنا اخذنا حاجات زي كده، اين كيند، سفاي كيند، كاين كيند، قلنا كاين كيند دي معناها ايه، النفي، يعني ما فيش اطفال، تمام. كنا اخذنا ثلاثة افعال دول، والثلاثة افعال دول بصراحة مهمين جدا، تمام. وونن ان يعيش في، تمام. أربعين ألف شغال ك، تمام. كومن أوس يعني جاي من مكان معين، تمام، أو جاي من كومن أوس يعني جاي من، تمام. هنكمل النهاردة، نبدأ محاضرتنا. تمام محاضرتنا النهاردة عن الأرقام، تمام. طبعا عارفة الأرقام، النهاردة هناخد الأرقام من صفر لحد 100، تمام. هناخد ازاي نكتبها بالدويتش الجرمان، تمام. فهم الارقام مكتوبين قدامنا، كلهم مكتوبين بالارقام والكتابه، تمام. يعني رقم فوق وتحتيه الكتابه بتاعته ازاي بيتنطق او بيتقال، بس في حاجات ناقصه، تمام. يعني في حاجات دراي سين فول سين ناقصة، تمام. وشوية أرقام ناقصة زي يعني الكتاب بتاعتهم تحت مش مكتوبة. فاحنا التمرين بتاعنا أو الأفكار بتاعنا هيكون إن احنا هنسمع، تمام، وهنأكمل الحاجات الناقصة، تمام، وهنحاول نقولها معايا. معايا ولا إيه؟ أمير أنت معايا؟ ألو؟ تمام، يعني سالن معناها أرقام، الأرقام من زيرو لحد 100، تمام؟ هناخد النهارده الارقام من 0 لحد 100 فوق سالم. سالم، تمام. هناخدها يعني فوق بيكون مكتوب رقم، تحت بيكون مكتوب ازاي بيتنطق، تمام، الحروف بتاعته، تمام، ازاي بيتنطق بالحروف، تمام. فالاوجاب بتاعنا في حاجات ناقصه، تمام، في حروف ناقصه تمام مش مكتوب تحتها الرقم بالحروف ايه. فاحنا هنسمع الهيرن، نسمع الحروف الارقام كلها، وهنحاول نكمل الحاجات اللي مش كامله، تمام. تمام تمام، هشغل لك دلوقتي.
Aufgabe 4a. Null. سمع كده كويس؟ اه تمام. تمام. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Achtzehn. Neunzehn. Zwanzig. Dreißig. Vierzig. Fünfzig. Sechzig. Siebzig. Achtzig. Neunzig. Einhundert. تمام؟ أو ممكن تاني؟ ماشي، هشغلولك تاني، بس أهم حاجة تاخدي بالك من نطق كل حرف، تمام؟ وتحاولي تكملي الحاجات الناقصة، تمام؟ هتلاقيها ماشية بسيستم معين، تمام؟ هشغلولك تاني كده. أيوه. Aufgabe 4a. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Mhm. Samira. تمام، كنا بنتكلم ان احنا هناخد ارقام من 0 لحد 100، تمام؟ هنا الارقام مكتوبه، تمام؟ فوق مكتوبه الارقام وتحتها مكتوبه الكتاب بتاعتها بالحروف، تمام؟ والنطق بتاعها، تمام؟ فينا في مجموعه من الارقام مش مكتوب تحتها الحروف، تمام؟ فاحنا هنسمع الاوديو ونحاول نكمل الارقام دي. انا مش عارف دي عندي للاسف سيء. تمام يا حسن، سامعني؟ الو، الو. تعالى كده نكمل الحاجات اللي ناقصه او نقراها من الاول، تمام؟ طيب طبعا دي 0، تمام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 دي هتبقى ايه؟
تمام برافو تمام تبقى دراي تمام سين تمام برافو تمام بقى دراي سين بعد كده هتبقى فير سين دي هتبقى ايه في نوفسين تمام برافو ف يعني اهنا كده سين تمام برافو دي 15 اللي بعدها 16 تمام زيبسين تمام اللي بعدها 18 تمام برافو تمام 18 تمام 19 20 30 تمام اللي بعدها 40 نعم فيرزيك فيرزيش تمام فيرزيش اي تمام فيرزيش نعم كده فيرزيش فيرزيش تمام اللي بعدها زي زيبسيش تمام زيبسيش زيبسيش تمام برافو تمام اللي بعدها اخسش بعدها نوينزش تمام نوينزش تمام اين هولاند لا اين هوندارت اين هولاند تمام اين هوندارت تمام كده برافو عليك كده احنا كملناهم لحد الاخر من اول زيرو لحد ما طبعا في حاجات في النص كده تمام دي مش لازم تحفظها حفظ تمام بس اهم حاجه تكون عارف دول تمام نعم دول الاساسيات ممكن تقراهم كده من الاول من الصفر اقرا من الصفر من الصفر اه اوكي 0 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 7 8 9 10 11 11 12 11 12 13 لا ال 6 دي بتنطق زي ما تقول كده ايه زي ما تنطق اس تمام نعم يوني اتفضل كمل ما جيت حبيبي من اجاني خبر اوكي دقيقه استاذ تمام من اجاني خبر انا ما جيت المنطقه حبيبي من اجاني يجي خبر نعم هتبقى دراي سين تمام اوكي Dreisen, Dreisen, Fünfzehn, Sechzehn, Vierzehn, Fünfzehn, Sechzehn, Sechzehn. حاولت انت الست دي تمام حاولت انت زي سين تمام Sechzehn. زيبن 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 برافو عليك 100 تمام
اوكي اين فولدر تمام تمام هو كده دي اغلب الاعداد تمام اغلب الارقام تمام هنبتدي بقى نفهم شويه فيهم ازاي نركبهم تمام ثانيه واحده كده ثانيه واحده نول تمام كملي اينز لا اينز اينز سواي دراي تمام فاير فوف فور فنف فنف زيتش فنف زيكس زيكس زيبن تمام أخت نين ناين 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 تطلع بعد كده بتنزل بعد كده بتطلع ناين تمام ناين زين تمام ألف سوالف تمام سوالف صح درايسن فيرسن تمام فينسن تمام زيش زيكسون برافو زيبسون أخزن تمام نوين زن تمام زفنس سيش سفانسيش ما عارف ان الكلمة دي تقيلة سفانسيش سفانسيش آخر حاجة الآي جي دي بتنمد إشين تمام سفانسيش سفانسيش درايسيش بيرسيش تمام فينفسيش تمام زشسي زكسش زكسش زبسش أختسش تمام نوينسش تمام أين هندرت أين هندرت أين هندرت تمام تمام شكرا تمام هنبتدي نتعرف على شوية استنتاجات كده في الحروف دي تمام يعني في حاجات كتيرة شبه منهم بالإنجليش تمام بس في تغييرات بسيطة تمام بس اللافت للنظر هنا تبقى ألف وزولف تمام ألف وزولف دول بيتحفظ زي ما هم كده ما لهمش تركيبة تمام بعد كده اللي هي دراي سين تركيبتهم بيكون الحرف ده دراي مثلا مع السين تمام بقى دراي سين فيرس سين تمام بعد كده فنف سين دي تمام طبعا سين بعد كده زيك سين زيكس سين تمام بس هنا بنشيل الاس الاس اللي في الاخر دي بتتشال تمام 17 هتبقى زيبسين تمام هنشيل الـ AN بدل ما تبقى زيبن هتبقى زيبسين تمام أختسين نوينسين تمام بداية من 20 بقى دخلنا في حاجة تانية تمام الحاجات التانية اللي هي الأرقام الـ 20 ومضاعفاتها تمام بيتضاف لها EG في الآخر تمام تبقى سفانسش تمام دي بتحفظ زي ما هي ودرايسش برضو بتحفظ زي ما هي هي عاملة زي الدراي كده بس بتضاف لها المقطع اتس ست اي جي تمام من بعد كده بنضيف ست اي جي تمام زي مثلا فيا تبقى فيا سيش تمام فم هتبقى فم سيش زكس هتبقى زكس
سيش زيبن هتبقى زيب سيش أخت هتبقى أخ سيش نون هتبقى نوين سيش أين هندر دخلنا في حاجة تانية كده أين هندر تمام؟ فاهمين لحد هنا معايا ولا إيه؟ تمام تمام يعني هنبتدي نتعرف برضو إزاي نتكلم نكون أرقام أو نركب أرقام تمام؟ يعني رقم زي مثلا 62 بتتقال زي عندنا في العرب إحنا بنقول إيه؟ 2 تمام؟ و 60 تمام؟ فهنا برضو هتقال it's five تمام؟ اللي هي 2 تبقى it's five هتجيب und اللي هي und تمام؟ زكسش اللي هي 60 تمام؟ تبقى it's five und زكسش. طب حاجة تانية زي 35 تبقى هم und dreißig تمام؟ اللي هي 5 5 und اللي هي كلمة و تمام؟ العطف يعني تمام؟ dreißig اللي هي 30 واضحة كده ولا مش واضحة؟ الناس معايا؟ تمام اه تمام مع حضرتك تمام بعد كده في هنبتدي بقى نسمع محادثة تانية بس في حاجة أقولها لكم إزاي تسأل عن السن ما أخذنا المرة اللي فاتت إزاي تسأل عن الوظيفة وإزاي تسأل على الحل الاجتماعية تمام وحاجات تانية أخذناها برضو قبل اللي فاتت إزاي تسأل عن الاسم وإزاي تسأل عن الحل وإزاي تسأل عن أنت جاي منين تمام المرة دي هنسأل عن السن تمام اللي هو في ألت بس دو بأننا أخذنا الفروض بقى نسأل عن السن هو بنقول في ألت بس دو تمام يعني أنت عندك كم سنة وي ألت بس دو تمام طبعا أنا متكلم فريندلي لو هتكلم مثلا فورمال تبقى زينجي تمام حضرتك عندك كام سنة تمام فلما أسأل حد أقول له وي ألت بس دو يقول له إيش بين تمام يعني أنا أكون تمام وتقول سنك يارا ألت تمام أكتبها لكم برضو نبقى نقول ايش بين تمام نقول السن نقول يا ري ألت تمام يعني انا عندي مثلا 14 سنة 15 سنة ايا كان يا ري ألت يا ري ألت دي هي السنة تمام يا ري دي معناها سنة تمام وألت دي معناها قديم يعني تمام بس هي بتتقال كلها على بعضها دي ايش بين مثلا 5 سنيار ألت يعني انا عندي 15 تمام فنسمع محادثه صغيره دلوقتي تمام في سؤالين هنا مفروض نختارهم اول سؤال وي ألت زين سفين اند نديم يعني هم سفين ونديم دول عندهم كم سنه وفي اثنين اوبشن 35 و25 بوبون دي هم بيسكنوا فين؟ إن بون ولا إن برلين؟ تمام؟ فتعالوا كده نسمع المحادثة ونجاوب على السؤالين دول. معايا؟ تمام. معايا حسن؟ معك. تمام. Aufgabe 5a. Hallo. Super Musik, was? Wie heißt du? Wie alt bist du? Ich bin 25. Hey, super. Ich bin auch 25. So? Ja. Und wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Hey, wow. Ich wohne auch in Berlin. Ach ja? Ja, ich bin 25 und lebe in Berlin. Und wie heißt du? Ich heiße Sven Henken-Johann. Hey, toll! Ich heiße auch Sven Henken-Johann. Was? تمام ولا محتاجين نسمعها تاني؟
أجين. أجين تمام. ركزي أول في الأرقام تمام علشان دي اللي هتحل لكم السؤال. Aufgabe 5a. Hallo. Super Musik, was? Wie heißt du? Wie alt bist du? Ich bin 25. Hey, super. Ich bin auch 25. So? Ja. Und wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Hey, wow. Ich wohne auch in Berlin. Ach ja? Ja, ich bin 25 und lebe in Berlin. Und wie heißt du? Ich heiße Sven Henken-Johann. Hey, toll! Ich heiße auch Sven Henken-Johann. Was? Tamam? Tamam. Hasan, مش سامعك, انت بتقول ايه؟ أنا مش عرفت الأرقام. أوكي خلنا نسمع. طيب أوكي ماكو مشكلة. هنخمن ونشوف التخمين يطلع صح ولا غلط. تمام؟ يلا. أول سؤال, في ألت زين سفين أند نادين, إيه رأيك؟ خمسة وعشرين. 25. تمام. أميرة إيه رأيك؟ The same 25. تمام. برافو. فعلا دي الصح. تمام. وقرايتها ازاي؟ فنف. تمام. فونت فونت فانسش. تمام. فانسش فونت فونت فانسش. هكتبها لكم برضو اللي هي تبقى فونت اللي هي دي هتبقى فونت. فونت فانسش. تمام. اللي هي 25 وما بينهم تمام المقطع اوند. تمام. طب حد يقرا لي 35؟ 35 ابغاي فونس اند اتغايزش. تمام. أميرة فونس اند درايسش. درايسش. فنف اون درايسش. برافو. تمام. طيب بو بونين زي برلين. ان برلين. تمام. معنا السؤال ايه؟ انت عايش فين؟ لا هم عايشين فين. تمام. هنا دي معنى هم. تمام. يعني هم فين اون نادين. وبو دي معناها اين. تمام. تمام. وبي ال دي معناها كم عمر. تمام. اللي هو زي هاو اولد. تمام. اسمها في ال. تمام. تمام. يبقى الثانيه برضه الثانيه دي حلها ان برلين. تمام. واضح لحد هنا؟ واضح. تمام. تمام. طيب في جيم كده هنلعبها مع بعض. ثانيه واحده شوفها بس. تمام. عندنا كلمتين هنا تمام مهمين جدا. تمام. هو فالش ودي ريشتش. تمام. فالش دي معناها غلط. تمام. ريشتش دي معناها ايه؟ صح. يعني فكره اللعبه دي ان هنشوف الارقام اللي ناقص او الرقم اللي ناقص ويتش السال زي ما قلنا السال هو اللي ناقص. تمام. ايه الرقم الناقص؟ تمام. وهنقول اذا كان ده فالش ولا ريشتش. تمام. يعني لما نقول مثلا 2 4 6 اللي بعدها المفروض يبقى ايه؟ 8. تمام. فاللي يقول 8 يبقى ده ريشتش. حد قال 10 هنا ده ايه؟ فالش. ده مش صحيح. تمام. فدي برضو دي برضو يعني حتة حلوة ممكن تعلمنا شوية. تمام. فتعالى كده
هديلكم انا مثال تمام اقول لكم وانتوا تقولوا بقى بالجيرمان اوكي اوكي على كده نقول eins drei eins drei fünf تمام اللي بعد كده هيبقى ايه أميرة؟ زبن يا زبن تمام هيبقى زبن ريشتش اوكي طيب اقول لكم مثلا eins zehn اوكي zwanzig تمام بعد كده هيبقى ايه dreißig dreißig برافو عليك ريشتش تمام dreißig تمام طيب هنصعبها شويه تمام نقول einundzwanzig dreiundzwanzig fünfundzwanzig بعد كده هتبقى ايه تمام برافو عليك زيبن اون سبانسيس تمام ريشتش تمام هي فكرة الجيم في كده تمام تمام تعال نرجع نكمل اللي احنا كنا بنعمله تمام تمام اتعلمنا ازاي نقرا الارقام برافو عليكم فيها تمام هنيجي نتعلم حاجه جديده دلوقتي تمام